قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. ما وقع فيه الناس وما أرسل الله من أجله الرسل هو انحراف الناس في مفهوم توحيد الألوهية. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم تعجبوا لأنهم نشأوا على الشرك، فأصبح أمر التوحيد غريب، فلما دعاهم إلى هذا استغربوا. وهكذا بدأ الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيا داعية التوحيد، لا تستغرب استغراب الناس لغربتك، فقبلك النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا دعوته، وأخبر النبي أن الناس ستعود إلى ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغريب غريب في سلوكه، غريب في تصرفه، غريب في مسلكه، فيستغربون الناس هيئته وشكله وصلاته ودعوته وعبادته وأمره ونهيه ونصحه وتنبيهه. فتارة يتهمونه بالتزمت، ويتهمونه بالتشدد، ويتهمونه بخلاف ما عليه الناس، ويتهمونه بأشياء كثيرة. والحقيقة أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيستغرب الناس عندما يدعوهم إلى التوحيد، عندما يدعوهم إلى الاتباع، يستغرب أهل الشرك والتصوف دعوة التوحيد، ويستغرب أهل البدع والحضرات والمخالفات دعوة السنة، يستغرب أهل الفجور وأهل الرذيلة دعوة الحشمة والفضيلة، يستغرب أهل الغنى والخنا دعوة السماع لمراض الله والابتعاد عن المعاصي والمنكرات. يستغربون هذا، واستغرابهم لبعدهم عن الشرع، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، من الجهل بدين الله. فالجاهل يعلم